هو دي الرساله اللي احنا شايفينها قدامنا. بصوا على الصوره كويس، الدكتور عمرو علواني اللي هو سفير نور، كل اعضاء مجالس اداره السابقين موجودين داخل ارض ملعب استاد التتش عشان نحتفل بتدشين النجمه العشره. هنقعد نتكلم كتير. لا، التاريخ النهارده انا عن نفسي شخصيا لازم نشكر مجلس الاداره ان هو جمع كل اعضاء مجلس الاداره وجمع كل النجوم بره نجوم الكوره كمان، الاحياء، وكرم لاعب كبير جدا في تاريخ النادي مع انه ما عادش كتير، لكن برضه اتكرم داخل ارض النادي، الكابتن محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه، اللي في الملعب ده اتوفى داخل استاد التتش، كان بيأدي دوره داخل النادي الاهلي، وده كان شيء مهم جدا. اكيد برضه كان في تواجد من سياده معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي، كان لازم يكون بيشارك النادي الاهلي فرحته. وطبعا القيمه الكبيره وكابتن حسن حمدي رئيس النادي الاهلي السابق، وكمان كان موجود المهندس هاني ابو ريده. بص، مش عايزين ننسى حد، لكن في الاخر بقول ان النادي الاهلي لم الشمل لكل الناس، لكل الاطراف الرياضيه، لكل الشخصيات الرياضيه العامه، وجمعهم داخل النادي الاهلي. وفاء النادي الاهلي الصوره دي، هو ده الوفاء، هو ده الاخلاص. كابتن محرم الراغب، كابتن عادل القيعي، التاريخ الكبير في النادي الاهلي، لو قعدت اتكلم على الاثنين دول كباتننا الكبار ما ينفعش نقعد ساعة وساعتين وثلاثة. أعتقد هم امبارح كانوا مع زميلي كابتن إسلام الشاطر واستفاضوا، لكن فعلا كان لازم الشخصية دي تكرم داخل النادي الأهلي. ده مثال اللي بيدي النادي الأهلي بيكرمه وهو موجود داخل أكبر محفل في النادي الأهلي، وهو تكريم لفرقة كرة القدم، لأن النادي الأهلي عارفين رقم واحد عندنا كرة القدم، دي حقيقة. احنا نادي كرة قدم ونادي ألعاب أخرى، لكن كرة القدم هي الأساس.